وساس العالم وصنع حضارة. إذا قارنتها بالحضارات التي غبرت في العالم وجدت حضارة الإسلام هي الحضارة الفذة الوحيدة التي تختلف مع ظواهر كل الحضارات. إذا تكلم شنف الآذان بحديثه العذب الرقراق، تجمعت حوله القلوب وأحاطته بمشاعر الحب والتقدير. إنه صاحب الخواطر حول كتاب الله، إنه إمام الدعاء، فضيلة الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي. إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم. ولد الشيخ الشعراوي رحمه الله في 15 من أبريل عام 1911 في قرية دقادوس التابعة لمحافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية. حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، وعندما بلغ 15 كان قد أتم تجويده. تلقى الشيخ الشعراوي رحمه الله تعليمه بالمعاهد الأزهرية في محافظة الزقازيق، والتحق بكلية اللغة العربية وتخرج منها عام 1941، وحصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس عام 1943. وبعد أن أنهى الشيخ الشعراوي دراسته الجامعية عمل مدرسا في العديد من المعاهد الدينية في مصر، ثم أعير إلى المملكة العربية السعودية للتدريس في كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. ولما انتهت فترة إعارة الشيخ الشعراوي للمملكة العربية السعودية عاد إلى مصر، وعين وكيلا لمعهد طنطا الديني، ثم مديرا لإدارة الدعوة بوزارة الأوقاف، كما عين مفتشا للعلوم العربية بجامعة الأزهر، وعين مديرا لمكتب شيخ الأزهر حسن مأمون، ورئيسا لبعثة الأزهر في الجزائر عام 1966. وفي عام 1975 عين الشيخ الشعراوي مديرا عاما لمكتب وزير شؤون الأزهر، وعين بعد ذلك وكيلا لوزارة شؤون الأزهر للشؤون الثقافية. وفي عام 1976 منح الشيخ الشعراوي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بمناسبة بلوغه سن التقاعد. وفي نوفمبر من العام 1976 اختار السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء آنذاك أعضاء وزارته، وأسند إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، فظل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر عام 1978، وعين بعد ذلك بمجمع البحوث الإسلامية، ثم بعد ذلك تفرغ لشأن الدعوة ورفض جميع المناصب السياسية أو التنفيذية التي عرضت عليه. وحصل إمام الدعاء على جائزة الدولة التقديرية عام 1988، كما حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة عام 1990، وجائزة إمارة دبي لشخصية عام 1998. قام الشيخ الشعراوي رحمه الله بخواطره حول كتاب الله، وأوقف حياته على هذه المهمة، وكانت موهبته في الشرح لآيات القرآن وبيان معانيه قادرة على نقل أعمق الأفكار بأسلوب سلس جذاب يكاد يأخذ بلباب العقول ويدخل القلوب بغير استئذان. ولقد وصف هو هذا العطاء عندما قال: إنه فضل جود لا بذل جهد. ترك الشيخ الشعراوي للمكتبة الإسلامية العديد من المؤلفات القيمة التي تعتبر زادا للمسلم في خضم هذه الحياة، من تلك المؤلفات الإسراء والمعراج، الإسلام والفكر المعاصر، الإسلام والمرأة عقيدة ومنهج، الشورى والتشريع الإسلامي، المرأة كما أرادها الله، معجزة القرآن، وغير ذلك من المؤلفات المكتوبة. نشط الشيخ الشعراوي في مجال الدعوة إلى الله، وأبلى في هذا الجانب بلاء حسنا، وكان خير سفير للإسلام في كل مكان وطئته قدماه،
حيث دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبلغ رسالة الإسلام خير بلاغ، واستمر على ذلك حتى أتاه اليقين، فكان بحق من خير الدعاة إلى الله في هذا العصر. وبعد جهاد كبير في مجال التفسير والدعوة إلى الله، رحل الإمام إلى جوار ربه، وفاضت روحه إلى بارئها في 17 من يونيو من العام 1998، فرحم الله إمام الدعاء ورضي عنه جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.